دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى، كنا في الكورس امبارح كان بيقول لك ايه، خلق ملائكة وشياطين. الملاك ده بيور فاليوز ومبادئ وقيم وحاجات، هو ربنا قال له كذا يبقى كذا، مفيش بقى اصل ده حصل اصل انا نفسي خدتني، مفيش ملك. شيطان هو انا نفسي عايزه فين، ماليش دعوه باي حاجه. شفت انت الحركه دي؟ قال لك خلق ملائكه وشاور فاليوز وقال لك الشيطان. ايوه يا احمد، معلش ده تشبيه. والله يا احمد يا اخويا عشان ده اطول مني تعمل عندنا فيه. عندنا في ركن الملائكه تدين. وخلق بقى في النص ايه، البشري الغلبان. أيوة. اللي هو ميكس ما بين الحته الحلوه والحته مش عارف اقولها، ما بين الحته الحلوه الافتراضيه والحته الوحشه الافتراضيه. فيجي الانسان بيحصل يفقد فكره ان هو الزئبق او الترمومتر 100%. فهو ربنا خلقه بنسبتين، واحده تطغى على الاخرى، فكل عمل جيد تفعله يسحب من السوق اللي جواك يطرده، حتى بقى تزيد ما عندك الجيد فتصبح انسان جميل قريب من ربنا سبحانه وتعالى، مع شويه ذنوب اللي هي تثبت اللي هي تفصل ما بين او تفصل ما بين بشريته وان هو مش ملك. فلازم كده كده في حته سودة كده مش هتشد. تمام. اما العكس هتفضل تعمل حاجات وحشه فتبقى زقيت الجزء الملائكي بره خالص. شفت قلت ملائكي وانا رايح نهايتك اول مره دي. الطبيعي كده. خدت الجزء الملائكي اخرجته، وللاسف يعني انا مؤمن ان الجزء الملائكي هو عمره ما هينعدم في انسان سبحان الله. انا مؤمن مهما كان السيرفس السيرفس بتاعه من فوق كده السطح ده مليان سوء، لو عمقت تحت هتلاقي جزء جاي. بس مشكله السوء ان هو لما بيستمر بينشف وتيجي تحفر فيه بعد كده ما تعرفش تدخل. طيب دلوقتي بقى الهدف من القصه اللي انا بحكيها دي كلها ايه؟ ان هم بيحكوا لنا في الكورس عن تبطيل الحاجات السيئه. قال لك انت مش بس محتاج انك تبطل، انت محتاج تضيف جنب السيء حاجات حلوه. ماشي. فاحنا عشان الفيديو فات كنا بنتكلم ايه؟ عن التوبه. تمام. بعد ما توبت عن الحاجه او بدات ازاي تسابورت الرحله دي بقى؟ طيب خلي بس اوزن حته الاول. ماشي. ونفسي وما سواها فالهمها فجورها تقواها قد افلح من زكاها. هو اشتغل فزكاها. حلو. وقد خاب من دساها، هو اشتغل فبوظها. خلاص. فخلينا نقول ان الليله كلها من كسب ايدك. حلو. يعني انت كسب ايدك هو اللي هتاخده يا باشا. اشتغلت فابتديت ان انت تبقى احسن، فابتديت تحسن من نفسك، فنفسك بقت نفس جميله. انت ابتديت تسوقها وتمشي بيها في السوق، بتعرف نفسك بقت نفس سيئه. فدي اختياراتك. الشيطان نفسه ده كان يذكر انه كان عابد، وكان حاجه يعني زاهده وعابده وحاجه جميله، لكن كان جواه حظ نفس من الكبر. فلما ربنا امر بالسجود لادم قال لا لا لا، انا ده انا احسن منه، وقالها بكبر ورد الامر على الله عز وجل. مين اللي عمل الحركه دي؟ الشيطان. ابليس هو اللي عمل كده. ففكره هو كسب ايدك في الاخر، حضرتك انت اللي هتاخد ايه؟ كسب ايدك. خلاص. دي بس كانت حته كده ايه. هو انا ما كنتش، انا حاسس ان انا ما اختلفتش في المعنى اللي انت قلته، فانا عبرت بطريقه لا انا بس انا حابب بس ايه تبقى كده، عشان ممكن حد يقول لك انه ربنا خلق فيا الشر فانا مش قصدي هو لا حلو. طب انا كده فهمت، عشان انا وانا بمنتج بقى عارف احط دي فين. عشان بس هيقول لك انا ربنا خلق فيا الشر اهو، يبقى خلق. لا حضرتك هو التو اوبشنز دول من باب ان انت الانسان المكرم اللي من حقه الاختيار. حلو قوي. صح. خلاص. يبقى دي نقطه فعلا سقطت في التوضيح. ماشي. حلو الكلام. نيجي بقى للحته اللي انت قلتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع السيئه الحسنه تمحوها. فقال ان هو ايه، ان انت لما تيجي مكان نجس وعايز تنظفه تقوم دلق عليه شويه ميه، فالميه تشيل النجاسه. فاتبع السيئه الحسنه تمحوها. يبقى انت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اول ما تعمل سيئه صح ادلق عليها حسنه. فلما تدلق عليها حسنه تعمل ايه؟ صح. فعشان كده انت لما تيجي تتوب لازم تزود طاعات عشان ايمانك يزيد سيف عندك. وفي معنى بقى مهم جدا هنا، يعني بقى لي فتره فعلا واكل نافوخي وعمال اتامل فيه. انت الشيطان ولا انت احمد سالم؟ الشيطان.
انت عادي واحد فيهم. خلوني لا والله بجد خلوني اقول لكم بس المعنى ده اللي هو المكوس. ايوه حلو دي. مش قادره تطلع من دماغي بقيت اشوفها في كل حاجه امير. انا بشوفها في نفسي. اصل هي هتفسر لك حاجه كتير. انا بشوفها في نفسي عشان انا مش عارف والناس مش عارفه. انا كنت بقرا في مره كتاب بيتكلم عن الاختلاط. الاختلاط خلاص وبيتكلم عن اداب الاختلاط وكذا كذا كذا. فقال لك طب ما شيخنا الاختلاط كان محلل في الاسواق ويعني ينفع ننزل اهو انت ليه بقى حرمته؟ طب ما هو ما نفع هنا ينفع هنا وينفع هنا وينفع كده وينفع كده. الحته بتاعت اللي هو طب ما احنا بنركب مواصلات طب احنا بنروح مش عارف ايه طب نبطل الجوده تمام. فقال لك ايه؟ قال لك المحتج بالمكوس في الاختلاط تمام كالمحتج تمام بمكوس العنب حتى يتخمر. ان هو الخمره حلال عشان جايه من العنب عشان العنب حلال. طب ايه اللي حصل للعنب عشان تحول لخمره؟ مكث مكوس يعني قعد فتره طويله. فلما بنقعد في الحاجه فتره طويله تبوظها نتشرب منها ويبتدي نتاثر بيها ويحصل مش عارف مين. فلو احنا جايين بنتكلم في المعنى بتاع عايزين نصلح من نفسنا ونزكي الجزء الكويس لازم تخلي بالك ان زي ما انت بتشيل الاسباب اللي بتؤدي للحاجه الوحشه زود الاسباب اللي تؤدي للفعل الكويس. تواجد في اماكن فيها ذكر ربنا. تواجد في اماكن ما فيهاش معصيه. يبقى ده معنى المكوث. انه مثلا لو هو قعد كتير في اختلاط يتشرب قلبه بالاختلاط فيحبه فيبدا يتعود عليه وتتعود عليه. مش دقيقتين في مواصلات لا ده احنا بقى لنا فيحس ان هو خمس ست سنين. فهتيجي تقول لي ازكيها ازاي؟ انت قاعد مع نفسك في البيت قلت انا هبقى كويس. مش في ناس بتبقى تقيله عليا ساعات بتبقى تقيله عليا. اعمل ايه بقى؟ اليوم بتاع الاربع تيجي الصحبه تقعد فعلا يقعدوا يتكلموا ويكلموني ويقولوا احاديث ويتكلموا عن ربنا ويلا ننزل نصلي جماعه في المسجد وبتاع. الاقي نفسي خدت حطيت كده في الفيشه تشارج. اديني شويه خير اديني حاجات كويسه اديني كلام مع كويس الصالحين يغير. فلاقيني انا ابتديت اتغير والعكس صحيح. انا نفس البني ادم اللي قاعد قدامكم في يوم من الايام كنت بقعد مع اهل الفن اللي هم كل حاجاتهم مزيكا بس ومش عارف ايه بس ما بعملش زيهم بس حالي اللي كنت فاكره كويس ابتدى يتاثر ويبقى وحش شئت ام ابيت. فمهم قوي بالله عليكم الحته بتاعه. اذا هنا بقى يعني عشان نلم بقى اللمه هو الفيديو اللي فات قرر ان هو يقوم يتوب. فدلوقتي هو عارف ان عشان الدنيا دي تظبط معاه بعد التوبه محتاج ان هو يزيد يدلدق احسن تعصيات من عمله الصالح عشان يغسل وينظف ويعلي. فاصلا يبقى امكانيه ان الدنيا تنزل تتوسخ تاني بتقل. وبعد كده يروح يمكث حيث العمل الصالح يزود واهل العمل واهل العمل اي مكان. حلو كده احنا ادينا الناس كام خطوه؟ قول يا امير عشان انت بتحب الركاب. احنا قلنا ثلاث خطوات كده خلاص. اول حاجه خالص نتوب اللي هو لازم تتوب حالا. اتنين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال واتبع السيئات الحسنه تمحوها. ادلق حسنات كتير على السيئات دي هتشيلها. ماشي. ثلاثه فكره المكوث ان انا امكث مع الصالحين واماكن الصالحين وما امكثش مع دول مع اللي كانوا بيودوني في الغلط. الدنيا هتتغير كتير. حلو جدا. ايه رايكم اللي احنا عملناه ده يبقى مقدمه لبرنامج رمضان؟ عشان انا وانا قاعد كده حسيت ان الفيديو ده رمضان خلاص. نفس الثيم ده خلاص ونقدم يبقى عندنا اربع حلقات في رمضان حاجات لطيفه خفيفه ظريفه مع بعض جدا. ماشي الكلام ده هينزل في الفيديو قعدتنا دي. موافقين رمضان الناس تستنانا يس ان شاء الله. الله بركه الله. ميني صحبه ميني صحبه. السلام عليكم. السلام. ما تقطع من الحاجة. فيديوهنا بقى. بص في فرق.